يعني مع الانتشار الواسع بالسوشيال ميديا وصرنا نشوف كتير شغلات عبر السوشيال ميديا وصار يعني الباب يلي بيطرقه الكل. خلينا نبلش فقرتنا نور لليوم بفكرة جديدة، قناة عبر اليوتيوب وملايين المتابعين، باتت الفرصة الأمثل للعمل الشهرة عبر السوشيال ميديا لجني الأرباح، صارت وسيلة هي لجني الأرباح بحسب عدد المشاهدات اللي عم يحصدوها. فهل بات اليوتيوب سوقا افتراضيا للعمل؟ وهل اليوتيوبرز اليوم هم الشكل الجديد لأرباب العمل؟ وكيف يمكن الاستفادة بشكل صحيح من العالم الافتراضي والصريح يلي صار أيضا في مجال الاستثمار والأعمال؟ هذا الشيء وهدول التفاصيل كلها رح نتعرف عليها مع ضيفنا المهندس ماهر صارم، ماجستير في العلوم والهندسة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يمكن بالمقدمة اختصرنا بعض التفاصيل لوجود الشباب اليوم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات يمكن اللي من خلالها بيعبروا عن مواهبهم وقدراتهم وكثير من تفاصيل يمكن دقيقة بحياتهم اليومية. خلينا نحكي عن هي الشق قبل ما نفوت بالتفاصيل انشاء قناة يوتيوب بطريقة صحيحة وفي كيف فيني احقق فعلا شهرة من خلالها. في كثير توجه بشكل كثير كبير، يعني اذا بدك تنشهر اعمل فيديو على السوشيال ميديا بتصير من اشهر الاشخاص. توجه اليوم الشباب بشكل كثير كبير حول هذا الموضوع. تماما. هلا هذا الحكي صراحه من زمان موجود يعني، بس نحن بجوز الفتره الاخيره كثير انتبهنا عليه. يعني اليوتيوب او الانترنت بشكل عام هو صار مجال واسع للشهره، حتى مجال واسع للعمل. يعني صحيح. منصات العمل الحر من فتره طويله بلشت تظهر، بس نحن عندنا التعامل فيها يعني الفترة الأخيرة حتى بلشت، يعني صار غزو، صار غزو تماماً. صحيح. تماماً. فالفترة الأخيرة بجوز العالم عندنا انتبهت عليها وبلشت تشتغل فيها وبلشت تنشهر عن طريقها. صحيح. إنما هي من زمان عبارة عن مجال للأرباح، مجال لأنه الواحد يجني أرباح عن طريق الإنترنت بشكل عام واليوتيوب بشكل خاص. فلذلك نحن عندنا الفترة الأخيرة بجوز نحن وضعنا بسوريا شوي بسبب الحصار والفرض العقوبات. تمام. الموضوع مختلف. تمام. فما في ما في تحويل مصاري لهون او ما فيك تعمل حساب من هون باليوتيوب. فطبعا في طريقه لحتى الواحد يتحايل عليها. هم بيحاربوك بكل التفاصيل حتى بالتفاصيل البسيطه. تماما تماما. بس حتى يعني اذا بدنا نحكي عن منصات العمل الحر بغض النظر، فكمان عم بيكون في هلا حاليا كثير في عالم عم يتوجهوا للشغل عليها، سواء مبرمجين او كترجمه او الى اخره، عن طريق شركات برا بتحول لهم، هن بيشتغلوا لصالحها اللي هن بالاصل متصلين مع الشركات الاساسيه وبصير في تحويل عليها وبصير مثل ربح عن طريقها. تمام. يعني استاذ ماهر، دائما لكل شغله سلبياتها وايجابياتها، الانترنت والعالم الواسع يلي فينا نحن نستثمره بالطريقه الصحيحه وفينا ايضا لا نعمله بطريقه احيانا خاطئه. كثير عم نشوف فيديوهات، وخلينا نركز عليها، لاطفال او ل خلينا نقول مراهقين عم بس مقابل انه هن ياخذوا مصاري او يعملوا قناه، فهن عم يودوا بحياه اطفال ثانيين، وكثير عم نشوف هدول الاشياء. يعني قديش مهم ايضا مراقبه، يكون في رقابه شوي على اليوتيوب. يمكن نحن ما بايدنا، ولكن انه لازم يكون شوي في رقابه، مو اي فيديو والله نحن مجرد ما انا بدنا ننشهر نحضره. ويمكن كثير اطفال عم ينشدوا لطفله، يمكن ما رح اذكر انا الاسماء عشان ما اعمل دعايه، وعم تعلمهم شغلات يمكن بالبيت ان الاهل عم يربوا. تمام. وهون بيتفرجوا على اليوتيوب بدهم يصيروا يقلدوا. قديش تمام. هلا اذا بدنا نحكي بشكل عام باليوتيوب، اكيد له سياسه خاصه فيه بالنسبه لهالموضوع، بس بالنسبه لموضوع ثاني اي حدا قادر يعمل. يعني لقلك اعطيكي مثال كثير صغير، انا بنتي اجت قالت لي بدي اعمل قناه على اليوتيوب، بالفعل عملت. حلو. فانا بالمراقبه شفت انه هذا ما يعني مو مناسب لها، فانا عم بالفعل الحكي اللي عم تحكيه مزبوط. اذا طفله عمرها 10 سنين قدرت تعمل قناه على اليوتيوب وقدرت تحط محتوى عليه، يعني عم تقدر تحط وعم بصير في بتعرفي بصير في دردشات والى اخره، ممكن ينجذب الاطفال عن طريقه، ممكن يصير هي كثير من السلبيات اللي طبعا بسياسه اليوتيوب ما فيها تحد منها. يعني سياسه اليوتيوب ممكن تحد بالمحتوى اذا كان فرضا في مسيء، في شغلات غير اخلاقيه والى اخره، بس لما ما عم تعرف انه الطفل عم يعمل شيء وعن طريق هذا الطفل. هون مسؤوليه ودور الاهل. تمام. بيلعب بشكل هون مسؤوليه الاهل تماما بالمراقبه، يعني صار مسؤوليه من نحن. اما الطفل لما
عم يقدر يتواصل مع عالم غرباء، وهذا بصير، لانه لما عم تحطي فيديو عم بعالم عم يصير في شاتنج اخذ ورد الى اخره، ممكن يصير فيها استدراج، ممكن يصير فيها، هي احدى السلبيات اللي كثير كبيره بالنسبه لليوتيوب. وهون يمكن بنحط الدور الكبير على الاهل، يجب المراقبه تماماً. مع نحن السوشيال ميديا ومع التطور التكنولوجي بشكل كبير كثير، بس في مسؤوليه تمام. تقع على عاتق الاهل بشكل كثير كبير. بس خليني اقول مع حضرتك استاذ صارم، خلينا نحكي عن الاستثمار الصحيح او الآلية الصحيحة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. لما انا بدي انشئ قناة، ان في كثير من الناس عندها محتوى كثير هادف، ما بتتخيل قديش فعلا ما عندها انتشار كبير، بالمقابل بتلاقي في ناس عندها محتوى لا يليق على منصات التواصل، وبتلاقي نسبة المشاهدة عالية، في احيانا توصل لعدد من الملايين. هون شو يكون الاستثمار هون؟ بطريقة أذكى، بطريقة مش صحيحة، في لعب على المحتوى، في لعب على الكلام؟ هلا هون في لعب على المحتوى وفي لعب على الكلام. يعني مثل ما قلتي انت، احيانا فضيحه صغيره بتعمل مشاهدات وبتعمل ارباح اكثر من محتوى علمي هادف وقيم. ليش؟ لانه هلا يعني هدول الناس ما عاد فيكي بقى تجي تحددي لهم اتجاهاتهم، شو بيشوفوا، شو بدهم يتفرجوا على شو بدهم يطلعوا. بس انه بالمستوى العام مثل ما قلتي، لا انت هذا الشيء يعني له علاقه بطبيعه البشر، يعني انه البشر بشكل عام هيدي هي يعني انا احيانا ممكن بلعب على الظاهر لانه العالم تنغش بالظاهر شوي. بس اللي بده ينشئ محتوى هادف طبعا في يعني في خطوات، في طريقه صحيحة. في خطوات. هلا اذا بدنا نحكي على اليوتيوب بشكل عام، يعني مثل ما قلت لك، اي انسان صار اذا عنده حساب بالجيميل انه ينشئ قناه يوتيوب، وبمجرد ما ينشئ قناه يوتيوب في يحط بقى الفيديوهات، هيدي بالشكل العلمي لانشاء القناه يحط الفيديوهات. اما اذا بدنا بالمحتوى بالشيء الصحيح او بالطريقه الصحيحه، انت اول شيء لازم تدرسي الجمهور اللي بدك توجهي له، لازم تدرسي المحتوى اللي انت عندك اياه، في اسلوب لحتى عرض هالمحتوى. طبعا لازم يكون، ما راح نقول بروفيشنال، انما لازم يكون عنده هيك يعني شغف بهذا الموضوع، لانه بتلاقيه عنده شغف حتى لو عم يعمل شيء عن الطبخ مثلا، اذا في اسلوب بيطرحه فغير غير غير حدا ثاني. بتعرفي في منافسه حتى بهذا المجال، في منافسه، هالمنافسه هي اللي بدها تحلك انه انت الفيديوهات تبعك تشتهر اكثر من غيرك. كمان في طريقه لتقديم هذا المحتوى عن طريق مثلا انه انت يعني تحسني باليه البحث تبعه، بانك تحطي كلمات مفتاحيه باثناء البحث عنه بالاسم او بالوصف او حتى بالفيديو نفسه، فهذا الشيء كمان كويس. تحسين جوده، الجوده من مو بس جوده المحتوى، كمان جوده الفيديو، جوده الصوت والصوره كمان تحسين فيهم هيدول بيكون كتير كويس، انه تستخدمي مثلا ادوات او برامج، يعني خلينا نقول قادره انه توصل فيديو كويس وصوت كويس وصوره كويسه. كمان يعني هذا بالمونتاج، يعني اذا الواحد كمان لازم يكون عنده خلينا نقول شوي هيك طريقه ذكيه انه يلعب بالمونتاج مشان يقدم شيء حلو يعني يجذب المشاهدين. يعني هيدي بالمستوى العام. طبعا في شغلات تفصيليه مثل انه الطريقه، الاسلوب، ترتبيه الحكي، الكلمات اللي ممكن احيانا كثير في كلمات تجذب المشاهد، لانه هلا اليوتيوب يعتمد على المشاهده. يعني انت، انا حتى لو بدي اعمل يوتيوب، انا ما فيني يصير في انه احقق ارباح طبعا لحتى انه تمام، لازم يكون في عندي 1000 مشترك بالقناه، ولازم يكون في عندي 4000 ساعه مشاهده، فانا لحتى اقدر بقى اني احقق ارباح، فوقتها انا على المشاهده الاكثر ونسبه المشاهده الاكثر انا بقى بجني الارباح، بتصير على كل 1000 مشاهده في نسبه معينه حسب الدوله اللي هي فيها. وقتها انا بدي العب على الطريقه اللي بدي اخلي اجذب الجمهور يجي لعندي، ما عم اقول لك بتراتبيه الكلمات، تراتبيه الافكار الى اخره. يعني كثير بنشوف هلا على اليوتيوب بس نفتح عناوين مزيفه لمحتوى غير مطابق للعنوان، وكثير بس مجرد ما انه واحد يكبس فهو بيطلع له غير محتوى، يمكن هي لعبه من العاب تماما هذا لتحقيق نسبه المشاهده. تمام. خلينا نحكي على سوق العمل. مثل ما بنعرف احيانا الشخص ما عنده مورد عيش، ما عنده شيء يشتغله، فهو الانترنت مفتوح له، فهو ممكن يعمل شيء ليشتغل، يعني بصير مثل انه بس لانه ياخذ رزق، لكسب رزق. خلينا نحكي عن الاستثمار الصحيح وبالشكل الامثل، وقديش يعني بيحتاج وقت، ما هو بالشيء السهل لنحن نحقق. مثل ما قلنا في شغلات كثير يعني
فينا نقول عنها شوي سطحيه، عم تحقق نسبه مشاهده عاليه، ومثل ما حكيت حضرتك الاشياء التي تستثمر بشكل صحيح والعلميه تهمل. خلينا كيف الخطوات اللي فيها يتبعها؟ هلا مثل ما قلت لك، هلا مبدئيا اول شيء لازم يكون عنده قناه على اليوتيوب لحتى يبلش يحقق ارباح. حكينا انه لازم يكون في عنده 1000 مشترك، 1000 مشترك بالقناه، ويكون عنده 4000 ساعه مشاهده. هلا مجرد ما وصل لهذا الشيء، طبعا لازم يكون عنده في حساب على جوجل ادسنس. طبعا هالحساب هو هون قلنا نحن بسوريا ما في يعملوا الحساب، لازم يكون برا حدا، انه يتفق مع شي حدا برا من قرايبينه ما عارفه يعملوا الحساب برا، وهو يدير القناه من هون. فهو بقى قادر بقى من هون يحط المحتوى اللي عنده اياه. طبعا اذا اي واحد عنده محتوى هادف ممكن مثل ما قلت لك يعمل بتقنيات كثير بسيطه، وليكن ممكن تكون موبايل او يعني اذا عنده كاميرا، واذا بيعرف شوي بسيط يعني معرفه بسيطه بالمونتاج او هيك شيء، انه ينتج هذا المحتوى اللي عنده اياه ويقدم فيديو كثير يكون مفيد طبعا حسب خبرته وطريقته. وممكن يعملها سلسلة فيديوهات مثلا، انه طريقة لتعليم شيء معين مثلا، يحطهم وينشرهم على هذه القناة. فتباعا لترتيب مثل ما قلنا، بس بده يعني بعد مرور او بعد ما يتحقق هذا الشيء، اليوتيوب بيحسب له من اخر 12 شهر انه صار عنده العدد هيدي ال 1000 مشترك و 4000 ساعه مشاهده. بيحسب له لما بصير عنده هيك شيء بيوصلوا على حسابه. طبعا هو بيقدم طلب انه انا بدي انه اشترك بارباح يوتيوب، ف بتوصلوا رساله، بصير في عنده كل ما صار عنده مشاهدات وصلت لحدود معين طبعا بيرسلوا له على الحساب تبعه، بتتحول على الحساب البنكي كل قيمه معينه بكل مثلا 21 شهر هو محطوطه بتتحول على حسابه. يمكن في مفاتيح اساسيه هي يمكن الخطوات يمكن التعليميه الصحيحه، بس في مفاتيح اساسيه مثل، لانه الناس بتحب العفويه بالطرح وبنفس الوقت تتجه الى المظاهر داخليا. هون بيكون يمكن شخص بيلعب نوعا ما ذكي، يعني بيلعب على المحتوى وعلى مثل ما قلنا المضمون، وبنفس الوقت على العنوان. هون الذكاء كمان بيلعب دور من خلال نشر الفيديوهات. احيانا بنشوف يمكن فيديو مدته دقيقه ونص بيتضمن مشهد فكاهي او مضحك، تلاقي الملايين من المشاهدات لطفل صغير، بياثر فيك نوعا ما من خلال العنوان او صوره هيدا الطفل. كمان هون في خطوات مفاتيح اساسيه من الذكاء او استعمال بعض المفردات والمحتوى بيأثر على المضمون. تماما. هلا احدى النقاط اللي عم نحكي عليها هي التسويق. يعني هلا هو لازم مثل ما قلنا لازم يكون هو عنده شغف، لازم يكون عنده كمان يعني قدره على التسويق لهذا الشيء. مثل ما قلنا احدى طرق التسويق انك مثل ما قلتي قبل شوي انه بتشوفي عناوين مختلفه عن المحتوى، فهذا نوع من انواع التسويق لما انت عم تسوقي له. يعني مجرد ما يطلع اول يظهر عليه او من اسمه او الى اخره، فهذا كمان تسويق. لازم تعرفي كيف تسوقي للمنتج تبعك، كمان هون لازم تعرفي كيف تسوقي للفيديو تبعك، للقناه تبعك كيف تسوقي لها باي طريقه، يعني كيف بدك توصليها للناس. يعني كمان عم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لحتى تسويق الفيديو. تلاقي عالم كثير مثلا، وهذا كثير بيصير، انه عملت صفحه مثلا على مواقع التواصل، عملت كثير اصدقاء ده. بعدين بتحط هالفيديو للاصدقاء تمام، وعن طريقهم بصير في عند المشتركين بالقناه عن طريق. فهذا احدى طرق التسويق. لازم يكون في كمان في عنده ذكاء، مثل ما انه عنده ذكاء بطريقه العرض والتقديم، لازم يكون عنده طريقه ذكاء بالتسويق كمان، مشان يقدر يمشي المنتج تبعه او الفيديو تبعه. يعني دائما يمكن نور لكل شيء في ايجابيات وسلبيات. صحيح. والانترنت هو عالم واسع. بدنا نتشكر وجودك معنا، وان شاء الله يا رب يكون لقاءات لنا ثانيه بمواضيع اخرى ان شاء الله. شكرا كثير. نشكرك كثير المهندس ماهر صالم على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.